جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالرفعة والتقدم والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة.